السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه. أولهم ناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيث، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره. هؤلاء سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.